اكيد. مدام زينب اهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا فندم. احنا الحقيقه سعداء جدا والله بالاحتفاء بيكي. كل الناس المشهد هز الراي العام كله النهارده. قولي لي لما لقيت الرئيس السيسي بيقبل راسك بهذا الشكل تعاملتي مع المشهد ازاي؟ مدام زينب سامعاني؟ ايوه مع حضرتك، وتعاملت مع المشهد كان قلبي بيرفرف طبعا. ايوه كنت سعيده جدا فوجئت يعني بالرئيس يقبل راسك بالشكل ده ويصمم على ذلك يعني. مدام زينب قولي لي الناس عندك احساس، عندك احساس بان احنا محتاجين نحتفل ونحتفي بالابطال الحقيقيين؟ رب طبعا. ده بقول لحضرتك ساعتها كان احساس كل اللي موجودين دولي. محمد مهران ده اللي شالوا عينيه، وكانت عليا الشطوي برضه، وكن احمد هلال اللي هم اختطفوا مور هاوس. يعني كانت المجموعه كلها مجموعه لها بصمه كبيره في البلد يعني. فطبعا طبعاً يجي اليوم اللي الرئيس يبوس راسه وانا ابوسه، ده حاجه كبيره جدا بعد 60 سنه. اخد بال حضرتك؟ بعد 60 سنة من المقاومة الشعبية الباسلة يعني، ومن المواقف اللي عملتوها. فهنا عند عند كان عندك شعور انه في احتفاء بقيمتكم يعني، وانا شايف كلكم ابطال واقفين جنب بعض يعني. طبعا، لان هو سيادته اللي طلب مقابلتنا ان احنا اللي نستقبله. يعني الرئيس ربنا يطول في عمره هو اللي طلب ان احنا اللي نكون في استقباله. طيب مدام زينب، طبعا يعني انت كرمز من رموز المقاومه، شايفه ان مصر بتتعرض ايضا لما تعرضت له في السابق من مؤامرات واعداء يكيدون لنا، وبالتالي شايفه ان احنا لازم نظل نقاوم هذه المخططات؟ طبعا لازم نقاوم، ونقاوم اكتر من الاول. على القليله كان زمان العدو واضح قدامنا، لان النهارده انت مش عارف عدوك جنبك ولا فوقك ولا جايلك من اي اتجاه. طبعا الارهاب بيعيش بيننا يعني، ممكن يكون ساكن جنبك، ساكن تحت منك. فتشوف التعبير ان احنا، وبعدين في حاجة تانية. اتفضلي. احنا مرينا في 56 ما كانش فيه لا اكل ولا في حياة، ورضينا وصبرنا، وبعد يشوف 60 سنة بنكرم، ما قلناش لحد ادينا حاجة او عايزين مقابل لحاجة. ما طلبتوش شيئا لانفسكم يعني، مع انه لا ولا حاجة. الحمد لله بنطلب للبلد، بنطلب لمصر ان ما حدش يجي يستعبدنا. الله، يعني السيدة زينب يا جماعة من رموز المقاومة. لو شفتوا الدور اللي لعبوا الأبطال اللي كان بيصافحهم الرئيس السيسي اليوم، فهنا شوف الحديث انه المهم ما حدش يذلنا ولا يستعبدنا. اصل ما اديش واحد ياكلني ويجي يضربني على قفايا، مين يرضى؟ مش عايزين الاكل يا سيدي، ناكلها حاف، لقمه حاف، ناكلها لقمه حاف. انا بحييكي وبالتاكيد. وبعدين في حاجه يا فندم، اتفضلي. احنا بناكل رز وفول اخضر، رز وطماطم، رز وبطاطس، رز وعدس. ده في الوقت اللي كنا فيه بنواجه العدوان وبنواجه وعارفين العدو قدامنا. النهارده مش عارفين، ومش العدو واحد. العدو الوقتي يعني اكثر من عدو، وبيستخدم الوسائل الغير مباشره يعني. طيب مدام زينب الكفراوي ألف شكر.
سيدة عظيمة من سيدات المقاومة، لعبت دورا في المقاومة. فشوفوا اللغة مدام زينب، انا بسمعك والناس عايزة تسمعك، يعني شايفة انه الكلام اللي قاله الرئيس السيسي النهاردة انه الناس تستحمل معانا شوية، يعني نتحمل يا فندم. احنا كنا، انا ما كنتش كبيرة، كان عندي 15 سنة وكنت بنقل أسلحة وبنقل منشورات ومانيش خايفة، والميتين كانوا بيشيلوهم على عربيات اللي هي بنشدها بايدينا زي اللحمة. ولا خوفنا ولا عيطنا، كان همنا لازم نتخلص من عدونا. ونعم هنا طبعا، يعني شوف انت بتقول انا كان عندي 15 سنة، يعني كنت طفلة ولكن عندك الوعي الوطني والسياسي. يعني لان انا قبل ما انا كنت في الحرس الوطني وكنت بكافح، وبعدين كنا، انا كان فاكره بيقول سلح جيش اوطانك وتبرع لسلاحه، انا كنت باخد صندوق وبمشي ومعايا عسكري وافوت الم فلوس. انا مش فاكره التاريخ لكني كنت اصغر من كده، اخد بال حضرتك، عشان نجمع التبرعات للتسليح. وكانت الاغنيه سلح جيش اوطانك وتبرع بسلاحه علشاني وعلشانك. الله، النهارده نعمل ايه بقى واحنا كبار وفاهمين؟ فانت شايفه انه دلوقتي حتى انه خلاص، يعني وعينا الوطني زاد، فلازم نقف جنب البلد بنفس القدر واكبر. يعني طب اقول لحضرتك، ما كانش في جهاز نطبخ عليه كمان، عملنا جبنا زي كانون كده وبقينا نطبخ في الشارع بالخشب، ما كانش فيه لا جاز ولا بنزين ولا مواد ولا حاجه، فتبتدعوا كده، تبتدعوا وسائل يعني زي الفلاحين كده يعني، اخد بال حضرتك. وكنا كمان ما فيش العيش، فتحونا الجمرك خرجونا الدقيق، بقينا نخبزه من غير خميره. من غير خميره. وطلعونا البطاطس والفول المدشوش، ده كان اكلنا. ونقول اللي هيتعاون مع الانجليز هنحطه في القايمه السوداء. يعني هنا كمان علشان الناس كلها تبقى مع البلد وتقف جنب البلد يعني. وهنا يعني المرحلة دي طبعا كانت مرحلة صمود، لأنها نجحت في المقاومة، نجحت بالفعل يعني. وعلى الحيطان وعلى الأرض بنكتب يسقط الاستعمار بالعربي وبالإنجليزي وكله. بقول لحضرتك إيه، مفيش واحد قال بيت اتحرق ولا قال إن أنا عايز حاجة لنفسي. عشان كده هتلاقي انه الشعب المصري كله تأثر بهذا المشهد، والناس كلها ايضا بتقبل رأسك يا مدام زينب، انت وكل الابطال اللي شاهدناهم اليوم على المسرح. والرئيس السيسي كان مصرا على الاحتفاء بهم يعني، وانهم يتصدروا المشهد طبعا. وانا بدعو الشعب ربنا يخليه، والشعب شعب طيب نقي، إذا كان في عناصر مش كويسة الباقي كله كويس، إحنا نقف مع بعض، مش مهم ده ناقص عندنا، هناكل هنشرب على قدنا على قدنا لغاية ما نعدي الغمة دي، لغاية ما الغمة تعدي يا بابا، وربنا كده يحمي مصر ويحمي الرئيس، بيحبنا وبيحب البلد، بس هو ما بيدي حيلة، اللي بيقدر يعمله هو بيعمله، والباقي علينا إحنا. احنا اللي ما نخليش حد يستعبدنا، احنا احرار. طيب، وهنا عشان انتوا بتقولي البلد كانت استحملت في نفس الظروف دي، فبتطالب الناس انها تستحمل المعاناة الاقتصادية والمعيشية شوية يعني. شوية، بدل ما اجيب يا حبيبي ناكل على قدنا، وهيبقى الاكل طعمه حلو لانك بتاكله وعندك هدف انك تعدي البلد، انك عايز تنقذ البلد مش لمصلحتك انت. هل انت سمعت عني قبل كده وطلبت؟ مع ان كل واحد عنده طلبات، لكن في حاجة اهم ان انا بلدي تكبر تكبر تكبر.
والله يعني انتوا البطولة الحقيقية يعني هتلاقوا أبطال لم يطلبوا لأنفسهم طلبا، يعني مع إن ما قدموا ما قدموا للوطن لله. يعني يشفع لهم إنهم يطلبوا أي حاجة، اللي هي طلباتكم إيه يعني؟ لكن السيدة زينب الكفراوي بتواضعها الشديد، بتضحياتها، حتى مكملة هذه التضحيات حتى الآن، وبتدعو الناس جميعا إلى التضحية ببعض وسائل الحياة وبعض ما نتمتع به في الحياة علشان نقف على رجلين، وعندك ثقة في الانتصار إن شاء الله. إن شاء الله. وحضرتك هتقول واحدة قالت البلد الوحيدة اللي هتطلع منتصرة من الموضوع ده هي مصر، وافتكر الكلمة دي اللي أنا بقولها لحضرتك، طول ما الشعب قلبه على البلد وفي ناس شرفاء زيكم كده وزي الاخرين في كتير قوي 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 هتلاقيهم هتلاقيهم ان شاء الله. مدام زينب، هو انت كنت فين؟ هو السبب احنا السبب المجتمع اللي ما كانش بيسلط الضوء على الابطال الحقيقيين، ولا يعني انت كنت فين فعلا؟ سؤال. انا والله موجوده، بس اللي بيطلب مني بعمله، لكن يعني نفسي اتصل، لكن مش هفضل انا يعني كويس ان كنتوا كلمتوني، ان حد سمع صوتي وسمع صوت الناس اللي موجودين. والله ده احنا اللي بنفخر بانه سمعنا صوتك من خلال شاشتنا يعني، واي حد يفخر بيكي. لكن انا اقصد بالسؤال، ايوه، هو كان في احيانا يعني جحود عند المجتمع احيانا، يعني لا نذهب الى الابطال الحقيقيين يعني. معلش، ربنا بيشوف صبرنا، وبالتالي لازم في وقت يكون معانا. ربنا عادل، ربنا عادل، ربنا عالم ومش هيسيبنا ان شاء الله. لو هخليك تقولي كلمه اخيره بعد طبعا المشهد اللي احنا بدأنا بيه، وهو لانه يا جماعة تقبيل رئيس الدولة لرأس سيدة من سيدات المقاومة هنا، هو بمثابة احتفاء بالأبطال الحقيقيين في زمن الأقزام كما أقول دائما. للأسف هناك من يتصدرون المشهد مدعين البطولة، لكن الأبطال الحقيقيين زي ما انتم شايفين يعني يفضلون الانزواء والتواضع وتقديم التضحيات دائما. بس في حاجه يا فندم، انا في 30/6 نزلت، وفي 3/7 نزلت، وفي 26/7 نزلت وفطرت، وكنت ماسكه ورقه بقول له ارحل وبجري، وبعد كده اي كنت موجوده، بس موجوده على قدي بس. وفي يوم من الايام ربنا استجاب لي. يعني لو انا قلت لك ان يوم الجمعه كان في برنامج في صدى البلد، انا بقول للاستاذ وائل ربيع نفسي اقابل الرئيس زي ما يكون ربنا كان كاتبها وخلاني قابلته النهارده، عشان الناس تشعر ان في ناس بتحب البلد ومستعده تدفع. انا لغايه النهارده لو طلب مني ان انا اشترك هشترك في اي حاجه، صدقني هجري واروح، وهتلاقيني عندي قوه واحد عنده 20 سنه. وانت بتقول انا نزلت في 30/6 وفي 3/7 ومشيت من اول المظاهره لاخرها، وماسكه ورقه وبقول ارحل وبجري واجيب كشري واكل في الشارع واقعد. والله انت ست عظيمه يا مدام زينب، والله احنا بنحييكي على هذه القيم اللي بترسيها في هذا الكلام، وهي قيم كلها تضحيات وكلها عطاء، وكلها كمان انه تعالوا نستحمل شوية، يعني ده اللي انت عايزة تقوليه. السيدة زينب الكفراوي، انا بشكرك، نموذج مبهر لأبطال بيفضلون دائما الانزواء والابتعاد عن الأضواء، مع ان ما قدموه للوطن يعني يخليهم دايما يبقوا إما يطلبوا، إما إنهم هم الذين يجب أن يتصدروا المشهد.
مدام زينب لسه معايا. مدام زينب اتفضلي، عايزه تقولي ايه؟ اتفضلي. بقول لحضرتك ما تفتكرش ان بالرغم ان انا كنت بتقولي من زاويه، ربنا كافئني في عيالي. انا ابني رب عيالي، ابني الكبير استاذ في كليه طب الاسماعيليه رئيس قسم الروماتيزم، وبنتي استاذ مساعد في التربيه النوعيه فويس، فكافئني. ما هو ما كافئنيش طبعا، كافئني ان انا واقفه على رجليا. فالناس ما تفتكرش المكافاه ان انا اظهر هنا يمين وشمال، في صحتي في عيالي، عشان انا بدي البلد من غير ما اطلب حاجه. من غير ما تطلبي حاجه. والحقيقه القيم اللي انت بترسيها في هذا الحوار اتمنى ان الجميع يتعلم منها يا مدام زينب. لو عايزه تقولي كلمه اخيره للناس، تقولي لهم ايه بعد هذا المشهد اللي اثر في الجميع اليوم يعني؟ اتفضلي. اقول يا رب نحب مصر زي ما هي بتحبنا، ما تفتكرش مصر بتكرهنا، نحب بلدنا ونعمل زي ما هي بتحبنا ونعمل من اجلها، ونبقى ايد واحده اخوات، واللي يعمل غلط في واحد يسامحه ويقول له معلش انت غلطت، اعدل عشان البلد، البلد محتاجانا. ما نقولش ناقصنا الاكل غلى، طب هنجيب منين الفلوس واحنا ما عندناش؟ ابويا فقير وام فقيره، اقول لها اسرقي؟ طيب طبعا الـ 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 الناس يعني مستحمله والناس بتعاني ولكن بتتحمل. بس هو طبعا اللي احنا بنقوله دايما يا مدام زينب، ان احنا بنناشد المسؤولين عن السياسات الاقتصاديه انهم كمان يخففوا الاعباء عن المواطنين. ودي صور هي من صور المقاومه. يعني حتى لو عند لو حن يعني لازم يا جماعه نستعيد صور الابطال والمشاهد المختلفه، وبعدين حاله القناعه التي وصلوا اليها. يعني هم اللي بنصحوا الناس دلوقتي حتى بانهم يستحملوا، وقالت احنا كنا بنستحمل في زمن المقاومه وكان عدونا واضح. دلوقتي مشكله ان العدو ليس واضحا، الارهاب بيعيش بيننا ومدعوم من الخارج دوليا واقليميا واطرافه اخطبوطيه. بشكرك يا مدام زينب الف شكر. السيده زينب القفراوي، السيده اللي قبل الرئيس السيسي راسها اليوم، وهي من سيدات المقاومه، من ابطال المقاومه. وشوفوا الحاله الوطنيه الخالصه النقيه المتواضعه اللي هي بتتحدث